بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المشاهدين، الكوارث والحوادث هي قصص متكررة، وهي واقعات موجودة قديما وستستمر، فإن الله عز وجل خلق هذا الكون خلقا بديعا، وعنده وله حوادث يقدرها سبحانه وتعالى ويقضيها بحكمته وعلمه. والتاريخ كتب لنا كثير من هذه الوقائع والقصص، بل والمآسي والمصائب، حروب طاحنة، واقعات مؤلمة، أمراض اجتاحت البشرية، كوارث أرضية، زلازل براكين، فيضانات، وهذا موجود منذ القدم وسيستمر، سنة ماضية وحقيقة باقية يقدرها الله عز وجل على عباده، يقدرها تقديرا مقرونا بحكمة وعلم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والتاريخ يسجل، إن نظرنا في تاريخ الأمم سنجد تاريخا مديدا مكتوبا يسطر تلك الوقائع. إذا نظرنا إلى تاريخ الطبري أو البداية والنهاية أو تاريخ ابن الأثير، سنجد قصصا مروعة وقصصا تحكى، وهذا الذي أصابنا اليوم هو من هذه الواقعات ومن هذه الكوارث، وسوف تنتهي كما انتهى غيرها بآلامها، بأوجاعها، بدموعها، بمفارقة من نحب، ستنتهي. طال الزمن أم قصر؟ ونسأل الله أن يقصر الزمن وأن يرفع الله البلاء. وسوف يأتي يوم نجتمع فيه مرة ثانية في مجالسنا، وسوف يكبر أبناؤنا ونروي لهم قصة هذا الحدث الذي ألم العالم وألم البحرين وأفجع الناس. إذن لنجهز القلم من الآن، ماذا سنكتب وماذا سنقول لأبنائنا، وماذا نسطر في تاريخ هذه الواقعة سطورا تكون نافعة مشرقة مضيئة، تضيء كل من سمع وكل من قرأ، لكي يعرفوا أن هذه الدولة، أن هذه المملكة مملكة تختلف عن جميع ممالك الأرض. إذن ما هي الدروس والحكم والعبر؟ أول هذه الدروس أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن هذا الأمر الذي قدر علينا قدر على الناس كلهم، لكن هناك جانب مضيء في حكومتنا فقد شهد لها العالم كله بالتميز والجدارة والقدرة والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، حتى أصبحت حديث الناس في الشرق والغرب. دولة، مملكة صغيرة في جغرافيتها، كبيرة في عقولها وتخطيطها وتدبيرها. الدرس الثاني أن هذه المملكة هي مملكة الإنسانية، شعب طيب ورب غفور، حكومة تحب الإنسان. حقيقة لنا في جميع دول العالم، لنا في جميع دول العالم آثار وبصمات. بنينا المساجد في مواضع متعددة، مسحنا دمعة اليتيم هنا وهناك، شاركنا في الكوارث الطبيعية ومددنا يد العون لإخواننا الفقراء والمعوزين، كنا مع إخواننا الفلسطينيين والسوريين والعراقيين، وكنا مع إخواننا في الإسلام والعربية والإنسانية. حكومة وشعبا لم يقصروا في ذلك. وهنا وقفة، فإن الإنسان إذا أزال المحنة عن غيره فإن الله يزيل المحنة عنه ويدفعها، وقد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا هذا البلاء الذي يرفع يرفعه الله لأنه يرى أن أهل هذه البلاد هم ليسوا صالحين فقط بل هم مصلحين. إذن صنائع المعروف وفعل الخير
يرفع البلاء ويدفعه. الدرس الثالث الذي أحب أن أقوله أننا اتخذنا من كورونا ليس واقعا سلبيا بل واقعا إيجابيا، فالتففنا حول قيادتنا وزادت وتيرة الإنسانية عندنا، شعرنا ببعضنا وأخرجنا أموالنا وقدمنا أرواحنا لكي ندافع عن دولتنا في هذا الخطر الذي يهددنا. نسينا خلافاتنا، كنا قلبا وقالبا أمة واحدة، فنحن أمة الجسد الواحد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحمد الله عز وجل نسمع ونطيع، بل سيكتب التاريخ أن شعب البحرين كان واعيا، لم نحتاج إلى جيوش جرارة ولا إلى مدرعات ومجنزرات، بل كلمة خرجت من ولي أمرنا احترمناها وقدرناها وعرفنا أنه لا ينطق إلا عن صدق وحرص، فالتزمنا في بيوتنا لأننا نحب أسرنا ونحب أبناءنا ونحب جيراننا ونحب أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء. سيكتب التاريخ أن هذا الشعب اتخذ وسائل بديلة متعددة لكي لا تتعطل الحياة العامة، فعلا أغلقت المساجد والجوامع رحمة بالإنسانية، ولكن تبقى الصلاة وتبقى صلاة الجماعة في البيت. بالفعل نحن ربما لا نخرج لأعمالنا، لكننا نقضي أعمالنا وأعمال غيرنا في بيوتنا. فعلا نحن لا نذهب للجامعات ولا المدارس ولا المعاهد، ولكن نلتقي مع طلابنا وأحبابنا في بيوتنا، ندرسهم ونعلمهم ونتواصل معهم. قلبنا بيوتنا إلى مدارس، ربينا أبناءنا، بثثنا فيهم روح الإيجابية، نصلي معهم، نستغل أوقاتنا ونحفظ أوقاتهم. هناك الكثير يا الأخوة سوف نكتبه إذا كتبنا التاريخ في المستقبل. لن ندون التاريخ تدوينا مجردا بالوقائع والحوادث، ولن نقول في التاريخ الفلاني وقع الوباء الفلاني وأصيب فلان ولم يصب فلان، ولم نقل شفية ولم يشفى ووصل ولم يصل. هذه أمور مجردة يكتبها أي أحد، لكن التاريخ إذا كتب يكتب بيد بيضاء وعقل مستنير متأمل، فيظهر الدروس والعبر لكي نربي أنفسنا ونربي أجيالنا. وأن السراء وإن امتدت فلا بد من ضراء، وأن الليلة الحالكة البهيمة شديدة السواد سيأتي يوم ويخرج الصباح، ولكن العاقل من يتعظ. حقيقة من أعظم الدروس في هذه الأزمة ذكرتنا بأحوال الناس، ذكرتنا بالفقراء، ذكرتنا بأصحاب الآلام، ذكرتنا بمن حبسوا في بيوتهم أو طردوا من بيوتهم. أقول لأبنائي أنتم الآن حبستم في بيوتكم، أيه أهون، أن تحبس في بيتك أو أن تطرد من بيتك ومن ديارك؟ سبحان الله، الذي يتفكر في المصائب يعرف أن مصيبته أقل المصائب، والذي ينظر للنعم يجد نعم الله عز وجل عليه عظيمة. نحن الحمد لله لم ينقصنا شيء، نأكل ونذهب ونأتي، ورب العالمين رحمنا رحمة واسعة. إذن هناك دروس وعبر الآن نحن نشاهدها ونسطرها، وغدا سوف نرويها ونعلمها لأبنائنا. نسأل الله لكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.